لقبيلة جلاوة تاريخ طويل مع المخزن بين الخضوع والتمرد، لكن المدني الجلاوي يبقى شخصية مركزية في توسع نفوذ هذه القبيلة. من يكون هذا الرجل الذي استطاع أن يبني حكما واسعا في مراكش والجنوب؟ وبماذا تمتاز شخصيته؟ المدني جلاوي المزاوري هو الأخ الأكبر للتهامي جلاوي، قائد مخزني عينه السلطان الحسن الأول خليفة له في عدة إيالات بالجنوب المغربي. بفعل مهارته القتالية وشجاعته وما راكمه من خبرة عسكرية وحربية طويلة وانتهاز للفرص والتسابق عليها وجشع كبير وفهم لدينامية المخزن، قاد المدني الجلاوي في صيف 1907 انقلاب المولى عبد الحفيظ بمراكش ضد شقيقه المولى عبد العزيز. وفي سنة 1909 رقي القائد المدني الجلاوي إلى منصب الصدر الأعظم والعلاف الكبير في الجهاز المخزن الحفيظي، فعمد إلى تعيين عدد كبير من أقربائه في مناصب مخزنية كقواد وخلفاء بجهات الجنوب. بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب، وساهم بشكل كبير في انهزام أحمد الهيبة في معركة سيدي بعثمان نواحي مراكش. وبعدها دخل الفرنسيون إلى مراكش على الخط وعينوا المدني الجلاوي باشا عليها. حينما جاء أحد خدام السلطان المولى عبد الحفيظ بخبر إقالته يوم الجمعة 26 ماي 1911، قال المبعوث: السلطان يطلب منك ألا تشقي نفسك بمرافقته لصلاة الجمعة. رد المدني الجلاوي: هناني، الله يهنيه. لكن سهره القوي محمد المقري عوضه عن كل شيء، فالمدني الجلاوي تزوج الحاجة زينب بنت محمد المقري الصدر الأعظم. وضع المدني الجلاوي القائد علال الجلاوي خطة سرية لمقتل محمد أبلاغ في نفر قليل من مقاتليه، فتمكن منه وقتله خارج أسوار دمنات سنة 1908. وبذلك تحقق للجلاويين التوسع على حساب دمنات وإنولتان بتثبيت من المستعمر الفرنسي. خلال هذه المعارك بمنطقة دمنات كان رجال المدني الجلاوي يسومون سكان المداشر أنكى أنوال العذاب، ويقومون بكل أنواع السلب والنهب بعدما دكوا بواسطة المدفع 75 كل البنايات المهمة. وسيخطب المدني الجلاوي في السكان المستسلمين قائلا: أنتم القطيع وأنا الراعي، والحكام الفرنسيون هم أصحاب القطيع ويطالبونني بالحساب. ثم شرع الجلاوي في تفسير معنى الحماية ومزاياها، حيث حدثهم عن العدل والسلام والأمان الذي ستوفره عظمة وقوة فرنسا. لكن في 10 ماي سيعود المدني الجلاوي إلى دمنات وقصبتها تاركا خلفه الدمار وخلفه النيران. وبعد هذه الحملة بأشهر قليلة سيعود المدني الجلاوي ثانية ليخوض معارك جديدة بمنطقة أزيلال، وسيقوم بهجوم قاد خلاله حركة مكونة من 4000 رجل ينتمون إلى قبيلة جلاوة، قبيلته الأصلية، وبعض عملائه من قبيلة نتيفة وأيت عباس.
ليترك مرة أخرى عددا لا يحصى من القتلى والجرحى والأرامل. وقد نال المدني القلاوي مقابل تقتيله لرجال هذه القبائل الأمازيغية وتشريد أبنائهم ونسائهم وإخضاعهم لسلطة المستعمر الفرنسي وسام صليب الحرب الفرنسي مرفوقا بإشهاد واعتراف بمساهمته الفعالة في إنجاح العمليات العسكرية الفرنسية بهذه المنطقة الصعبة والجبلية. في أواخر شهر أكتوبر 1916 غادرت الفرقة المتنقلة مراكش بقيادة الجنرال دولاموت تساندها حركات المدني القلاوي والقائد عبد الله أشطو، واستمرت المقاومة إلى سنة 1917 حيث ستسقط مدينة أزيلان في أيدي المستعمر الفرنسي بعد معركة تمنايت الدارية. ثم اتخذ الفرنسيون من مدينة أزيلان مركزا عسكريا لتثبيت نفوذهم ولمهاجمة باقي القبائل المجاورة. وقد استمرت مقاومة محمد الحنصالي 10 سنوات، كانت في الحقيقة مقاومة ضد حلف القلاويين أكثر منها مقاومة للفرنسيين. أمام هذه الوضعية الصعبة اضطر الجنرال دولاموت أن يجمع قواته في منطقة أزيلان، وفي 20 يوليوز 1918 ميلادية تمركزت 13 سرية وفرقتان فرنسيتان بالإضافة إلى رجال قلاوة وانتيفة على مقربة من تيسليت. ثم كانت معركة واوزغريتس الشهيرة التي اضطر فيها الفرنسيون إلى استعمال الطائرات الحربية وكثير من الجيوش القادمة من بن ملال وأزيلال ودمنات. وقد استطاع المجاهدون الأمازيغ بوسائلهم البدائية إسقاط طائرة حربية لفرنسا، لكن على الرغم من ذلك الصمود الأسطوري سيهزمون بعد أن تمكنوا من القضاء على العديد من رجال المدني القلاوي وعلى رأسهم ابنه عبد الملك القلاوي الذي أصيب بجروح قاتلة وتوفي. حزن المدني القلاوي في صيف 1918 كثيرا على مقتل ابنه ولزم في منزله بمراكش ومات كمذا وحزنا عميقا عليه شهورا ليخلفه أخاه التهامي القلاوي ويكمل المسار بدهاء كبير كباشا لمدينة مراكش وكحاكم للجنوب المغربي. في إطار توسيع عمل المدني القلاوي لنفوذه عمل مبكرا على فكرة المصاهرة، وهكذا نجد أن إحدى بنات المدني القلاوي كانت تسمى ربيعة قد أهديت للسلطان المولى عبد الحفيظ، والبنت الثانية تزوجها القائد لوريغي، والبنت الثالثة تزوجها القائد بندريس، والبنت الرابعة تزوجها القائد دروردي. وأشهر أبنائه هو محمد بن المدني القلاوي، وكان ملازما في الجيش البراء الفرنسي، وهو من كتب الرسالة الشهيرة إلى المقيم العام الفرنسي يوم 12 أبريل 1927 مطالبا برد أملاك والده التي استولى عليها عمه الباشا القلاوي. حكاية قبيلة قلاوة وحكاية تهامي القلاوي والمدني القلاوي حكاية لا تنتهي إلا بطعم الخيانات. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.